لدى لقاء سموه جمعا من أهالي المحرق، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين بقيادة جلالة الملك ماضية في تحقيق كل ما هو خير للمواطن، وفي مقدمتها أمنه وشعوره بالطمأنينة، وأن أي زعزعة لأمن المواطن أو شعوره بعدم الطمأنينة بسبب الاستغلال السيء لوسائل التواصل الاجتماعي يعد إرهابا إلكترونيا لا ينبغي أن يستمر، وأن توظيفها لأهداف منظورة أو غير منظورة مبتغاها إيقاع الضرر بترابطنا المجتمعي وإثارة أجواء عدم الطمأنينة يرفضها المجتمع البحريني المتحاب. فنحن دائما في هذا الوطن العزيز نخلق التعايش وننشر المحبة وروح التسامح، وسنقف بحزم وبالمرصاد في وجه كل من يسبب الفرقة والكراهية في مجتمعنا، والموقف الشعبي والوعي الوطني هو الدرع الواقي الذي يحمي الوطن. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم عددا من أهالي المحرق، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي يحرص عليها سموه مع أبنائه من أهالي مختلف مدن وقرى المملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن المحرق بتاريخها العريق وحاضرها المشرق ستظل عنوانا للشموخ والانتماء الوطني الذي يجسد صلابة أهل البحرين وعزيمتهم القوية التي لا تلين مهما كانت شدة التحديات. وأكد سموه أن مواقف أهالي المحرق ومختلف مناطق البحرين أفشلت كل محاولات النيل من أمن الوطن وسلامته واستقراره، وكان شعب البحرين بالمرصاد لكل من حاول العبث بنسيج الوطن المتماسك. وأضاف سموه أن محافظة المحرق بأحيائها ومناطقها لها سحر خاص وقصصا تحكي عراقة شعب البحرين وأصالته، ولا تزال مسيرة أبنائها مستمرة بذات الزخم والإرادة وروح التحدي والمثابرة من أجل مواصلة درب العطاء والتقدم في شتى المجالات خدمة للوطن وأهله. وحيا سموه أهالي المحرق قائلا إن المحرق مدينة لها تاريخ عريق من المواقف الوطنية التي جعلت منها مثالا وقدوة لكل أبناء المملكة في الانتماء والولاء للوطن، مؤكدا سموه أن أهل المحرق جسدوا بمواقفهم المعاني والقيم الأصيلة التي تربى ونشأ عليها أهل البحرين جميعا، ولم تغيرهم الأيام أو تضعف تحديات من عزيمتهم، بل زادتهم قوة وتماسكا بوحدة وطنهم وتماسك نسيجه الاجتماعي. وأعرب سموه عن سعادته برؤية أهالي المحرق والبحرين عموما والاستماع إليهم والتعرف إلى كل ما يجول في خاطرهم من قضايا تتعلق بالنهوض بأوضاع محافظتهم في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية وغيرها. وخاطب سموه أهالي المحرق قائلا محبتكم في قلبي كبيرة، ومواقفكم الوطنية كانت وستبقى درعا يحمي الوطن ومصدر فخرنا واعتزازنا جميعا على مر السنين، وذلك ليس بغريب عليكم، ولا يمكن أن ننسى ما لهذه المدينة من تاريخ وطني مشرف سطرته عطاءات أجيال متعاقبة من الرجال والنساء تفانوا في خدمة الوطن فبادلهم الوطن المحبة والتقدير. ونوه سموه إلى أنه حريص على تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع من كافة مناطق المملكة لما لذلك من أثر في صون الوحدة الوطنية وتقويتها. وقال سموه إن التواصل سمة أصيلة في شعب البحرين أرساها الآباء والأجداد، ونحن نسير على نهجهم بالشكل الذي يوطد من أواصر المحبة فيما بيننا ويعزز من تماسك ووحدة المجتمع. وشدد سموه على أن شعب البحرين يتميز بأنه شعب التآخي والتلاحم، داعيا سموه تأصيل هذه القيم والحفاظ عليها وغرسها في نفوس الأجيال القادمة لتحصينهم من دعاوى الفرقة والانقسام التي تتنافى وطبيعة المجتمع البحريني المتآلف. وقال سموه إن ما تشهده المنطقة من حولنا من تحديات غير مسبوقة يتطلب استمرار اليقظة والوعي بطبيعة ما يحاك ضدنا، وأن نضع الحفاظ على أمن الوطن واستقراره في صدارة التركيز والاهتمام، ولا نفسح أي مجال لمن يريد أن يشغلنا عن كل ما نرجوه من أجل نماء الوطن وازدهاره. سيدي صاحب السمو، جئناك وقلوبنا تردد قولا واحدا، خليفة كلنا معك، معك قولا وفعلا تأكيدا وعملا، معك قلبا وروحا،
معك لأنك أنت بالي نهضة البحرين الحديثة وراعي تقدمها وحامي عزتها واستقرارها، وكنت على الدوام سيدي وستبقى في مقدمة الركب. كنت أنت يوم كانت القضية عروبة البحرين، وكنت أنت يوم تهدد أمنها واستقرارها، وقد كنت أنت دائما بمواقفك الحكيمة الحاسمة في كافة قضايا البحرين المفصلية في تاريخها الحديث. تغانم يا وجه الخير يا البارق الهتام، تغانم يا وجه الخير يا البارق الهتام، بشوفك تقر عياننا والنفوس تزين من محرق وفرجانها صاغت القيفان. مشاعر مثل كفين وإحساس مثل أمين، بذوق وبساطة فاحت صدورنا ريحان على الطيبة وروح الأخوة. بذرنا سنين كتب ربي إن يهدي سبأ هدهد سليمان، وليت إن يهدي روحي لديرة البحرين. كتب ربي إن يهدي سبأ هدهد سليمان، وليت إن يهدي روحي لديرة البحرين، لها لو نذوق المر ونخاوي الحرمان، تركنا مضاجعنا وجينا لها ملبين. جبل طور صم اسمه خليفة بن سلمان، ولا هزته في الأعوام.